مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا بيت الداء والدواء. اليوم حنكمل الجزء الثاني من حلقتنا الماضيه اللي حكينا فيها مع الدكتور سامح مصطفى اللي حيشرفنا كمان النهارده عن البكتيريا النافعه اللي موجوده في الامعاء. تكلمنا كثيرا ولكن الموضوع قد ما هو مهم فصلنا الى حلقتين، وانا عارف قديش هذا الموضوع قريب على أمعاء الدكتور مش قلبه أمعاءه، فإن شاء الله نقدر فعلا نوصل الرسالة صح، لأنه أنا عارف قديش هذا الموضوع مهم وقديش هو حساس وبركز عليه الدكتور سامح. فبدنا منك دكتور أول إشي بنرحب فيك اليوم في حلقتنا. أهلا بيك حبيبي. وبدنا منك ملخص سريع عن الحلقة الماضية عشان نغوص في حلقتنا النهاردة. احنا كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت على اللي احنا قلنا عليه الميكروبايوم، وقلنا كلمه مايكروبايوم دي كلمه كبيره، اوكي؟ لما نيجي نقسمها او الكلمه بتاعه الميكروبايوم معناها الكائنات او الخلايا الاخرى اللي بتعيش مع خلايا الانسان، سواء دي خلايا بكتيريا او سواء دي خلايا ديدان او سواء دي خلايا فيروسات، لكن هي خلايا كتيرة جدا وأنواع كتيرة جدا وعددها كبير جدا، وبتعيش بأنواع مختلفة في أجزاء مختلفة من الجسم، عشان كده اسمها مايكروبايوم. لو لقيناها في المعدة بنقول عليها gut microbiome، لو لقيناها على الجلد بنسميها skin microbiome، لو لقيناها في الشعر بنقول الهير مايكروبايوم، خلاص كده. ولو لقيناها في البق، عشان انت دكتور سنان زي ما قلنا المرة اللي فاتت، بيبقى بيسموها الأورال مايكروبايو، خلاص كده. واكتشفنا ان دي خلايا وبيبقوا عايشين مع بعض ان هارموني، وان الجهاز المناعي وظيفته ان ما يحصلش اوفر جروث من الخلايا ديت فتتحول الى حاجه مش كويسه، خلاص كده. غالبا وابدا النوع منها النافع بنسميه البكتيريا النافعه، والنوع الضار بنسميه البكتيريا الضاره. يعني احنا عندنا بكتيريا ضاره ولا عندنا بكتيريا نافعه؟ احنا عندنا الاثنين. ما دام الاثنين مش عايشين بكميات كبيره، ما دام الخلايا الضاره دي مش عايشه في جسمنا بكميات كبيره قوي، فبيبقى الدور بتاعها ممكن يكون مفيد، لكن لو حصل لها اوفر جروث بتكون مش مفيده وتبتدي تطلع علينا بمشاكل. زي لا. مثلا الكانديدا على سبيل المثال، معروف وكل الناس عارفه الكانديدا او الكانديدا زي ما بيقولوا الفطريات اللي هي يس بالظبط كده، موجوده. يعني انا دلوقتي عندي كانديدا، عندي وانت عندك، عندك. الله، طب ليه ما عندناش مشاكل؟ عشان ما عندناش بالكميه اللي تعمل المشاكل، خلاص كده. وقلنا ان في حاجه اسمها البروبايوتيك وفي حاجه اسمها البريبايوتيك، وقلنا ان الناس متبرجله مش عارفه يعني ايه بروبايوتيك ومش عارفه يعني ايه بريبايوتيك، وده السبب الرئيسي بتاع الحلقه النهارده. اتكلمنا برضو في الحلقه اللي فاتت ان يا جماعه كل ما بنزود كميه الفايبرز وكل ما بنزود انواع الفايبرز وكل ما بنزود انواع الاكل اللي بناكلها، وقلنا ايت ذا رينبو او كل ماكولات مختلفه ومتعدده الالوان، كل ما كنت انت بتغذي جسمك او بتمد الميكروبيوم او بتمد البكتيريا النافعه اللي موجوده عندك بانواع كتيره من الاكل ممكن تحللها، خلاص كده. نعم. وبالتالي بناء على تحليلها البني ادم بيسبورت الجات مايكروبيوم بتاعه عن طريق ان هو بيزود الكميه وبيزود الدايفرسيتي بتاعتها، وبالتالي هي بدورها بيبقى ليها هيلث بنفيتس بتعود علينا بالنفع، خلاص كده. وقلنا ان الفايبرز دي تحديدا الفايبرز اللي ما بيبقاش جسم البني ادم قادر ان هو يحللها وياخد امتصاصه منها من الطاقه بتروح للامعاء، تحديدا الامعاء الغليظه او تحديدا القولون، وهناك البكتيريا النافعه دي او الجات مايكروبايوم بيبتدي يحللها، ونتيجه تحليلها بينتج عنها حاجه اسمها الشورت تشين فاتي اسيد او الاحماض الدهنيه قصيره السلسله. الشورت تشين فاتي اسيد، خلاص كده. زي ايه؟ قلنا المره اللي فاتت زي حاجه اسمها البايروفيت، خلاص كده. وقلنا ان البايروفيت دوت يعني بيبقى ليه دور مهم جدا، وان 70% من الطاقه المستخدمه بخلايا الجات لايننج او خلايا القولون بتبقى
نتيجه وجود البايروفيت اللي نتج عن تحلل الاندايجستبل فايبرز اللي ما قدرتش الا البكتيريا الحميده بتاعتنا ان هي تعمل لها دايجستشن. خلاص كده؟ عظمه على عظمه، عظمه على عظمه دكتور. طيب هنبدا اليوم في سؤالنا الاول اللي هو بخربط الجميع، بريبيوتيك بروبيوتيك وانتيبيوتيك، ثلاث كلمات ولا حدا فاهم منهم شو معناهم، حنفسرهم ازاي، واحنا بنحكي كتير وبس حابين نفسرهم لجمهورنا عشان يكون عنده وضوح الفرق بين هاي الكلمات وايش اللي لازم يستخدمه ومتى. طيب تعال كده نكتب، يعني نشوف الثلاث كلمات دول اسمهم ايه، البروبيوتيك والبريبيوتيك والانتيبيوتيك. خلاص كده، كلمة انتي باللغة الانجليزية معناها يقفل او يمنع او يقتل. خلاص كده، انتي يعني مضاد ضد. خلاص كده، وكلمه بايوتيك معناها حي. خلاص يبقى كلمه بايوتيك معناها حي. خلاص كده، فلو قلنا انتي بايوتيك يعني ضد الحاجه الحيه، لكن كلمه بايوتيك مش حي معناها الكائن الحي، حي معناها الاورجان الحي او سوري الاورجانيزم الحي. خلاص كده، وبالتالي الخلايا الحيه اللي موجوده عندنا زي كده، خلايا البكتيريا هي خلايا حيه، البروتوزوا دي خلايا حيه، الفيروسز خلايا حيه، ما دام خليه ليها فانكشن وتؤدي دورها بتعييك يبقى هي ليها دور وهي حيه مش ميته. حاجه ميته يعني ما فيهاش حياه، يعني ما فيهاش دور، وجودها زي عدم وزي الجماد. خلاص كده، الله يحفظك، العلم نور. فكلمه انتيبيوتيك معناها حاجه كيميائيه باخدها، لما باخدها بتقتل حياة كائنات أخرى موجودة عندي. فلو أنا خدتها عن طريق الفم أو خدتها عن طريق الحقن، بتخش في المكان اللي هي ماشية فيه وبتقضي وبتقتل الإيه؟ الخلايا الحية. لما نيجي نخش كده في علم الانتيبيوتيك بنلاقي بنسموه ايه، شامل او ايه بيقولوا عليه، البرود سبيكترم انتيبيوتيك، واسع الطيف، اللي هي واسع الطيف زي ما انت بتقول، او واسع المدى زي ما انت بتقول. بنبص نلاقي بقى الانواع الانتيبيوتيك بيحطوا نوعين ثلاثه على بعض، مش عايزين نتكلم في التفاصيل ونقول البيتا لاكتام رينج ونقول كل التفاصيل دي كلها، او نقول ده بيشتغل على الجهاز التنفسي العلوي وده بيشتغل على الجهاز التنفسي السفلي وده بيشتغل على الجهاز البولي، بس دي انواع الانتيبيوتيك. انا بقول ليه الانواع ديت عشان تعرف لما اقول بيشتغل على كذا معناها ذلك ان درسوا الكائنات الحيه الموست كومنلي موجوده في الابر ريسبيراتوري تراكت او الجهاز التنفسي العلوي، وقال لك ان الانتيبيوتيك دوت لو خدته هيجري على فوق ويقوم قتلها لك كلها. فلو انت عندك بكتيريا ضاره او حصل لك، اسمع بقى الحته دي، حصل لك اوفر جروث لانواع من انواع البكتيريا في منطقه البق، يبقى انا عايز انتيبيوتيك يقتل الحاجه اللي هنا ما يقتلش حاجه تحت. واسع المفعول معنى ذلك ان حطيت لك انواع كتيره جدا عشان يخش يقضي على حاجات كتيره جدا، ويا رب لعل وعسى ياخد الحاجه اللي حصل لها اوفر جروث فتخف سيادتك. لما بنيجي نتكلم بالتفصيل الدقيق في موضوع الانتيبيوتيك على سبيل المثال، مش عايزين ناخد فيه وقت كتير عشان كلام فيه كتير اخر، بس لو انا عايز ابقى ماشي بالورقه والقلم والشوكه والسكينه وانا عيان، المفروض لما بروح للدكتور بياخد مسحه من المكان اللي فيه المرض، سواء مثلا مسحه من الزور او تحليل دم او تحليل براز، ويوديه للمعمل، والمعمل دوت يبص كده على البكتيريا اللي موجوده واللي عايشه، ويجي المعمل يديني التقرير او يروح يدي الدكتور التقرير ويقول له الدكتور ايه، احنا اكتشفنا ان الراجل ده عنده نوع البكتيريا ده بزياده. طبعا الدكتور ودراسته يعرف ان البكتيريا دي موجوده فين، المفروض يكتب لك الانتيبيوتيك او يكتب لك الانتيبيوتيك اللي عارف ان هو متخصص انه هيروح يجي على البكتيريا ديت اللي حصلها اوفر جروث ويقتلها لك. طبعا البروسيس ده بياخد وقت، وعشان البروسيس دوت بياخد وقت فكان اسهل على الدكتور او ماتش مور كونفينينت للدكتور ان هو يشتغل باللي بيسموها التراي اند ايرور بروسيس، اللي هو ايه، جرى العرف انه بيجي لي الزبون دوت وبيكح الكحتين وافتح بقه والاقي عنده التهاب، يبقى ان شاء الله الانتيبيوتيك ده هيشتغل معاه. فبدل ما يبعته المعمل ويقول له اعمل لي التحاليل دي، بيشتغل بسرعه يديله الانتيبيوتيك ده، والمفروض الانتيبيوتيك ده يشتغل. ابتدت بقى شركات الدواء
توسع بقى ويعمل واسع المفعول وواسع المدى، وكل ما كبر كل ما كان وكل ما باع بسرعة. من هنا ابتدى استخدام الانتيبيوتيك يزيد، وابتدت الناس تعرف الله هو الدكتور لما بيكتب لي الدواء ده انا على طول بخاف، اقوم رايح للصيدلي واقوم واخد الدواء ده مع نفسي واخف. اللي بيحصل نتيجة الاستهلاك العام، او لما بنسمع كلمة برود سبيكترم معناها ان بيخش عامل زي كده اللي معاه رشاش آلي تا 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 يضرب في كل حتة واخد بالك ويموت كل حاجة، وانا ايه السيمتومز تروح بس انا بهدلت بقى النفعة والضرة وبوظت الميكروبيوم بتاعي. فكده كله راح يعني اخضر ويابس، كده خدت الاخضر واليابس، واللي بيعيش عليها مدة طويلة واللي بياخد انتيبيوتيك لمدة طويلة معنى ذلك انه بيعمل significant destruction للبكتيريا اللي موجودة في المكان ده، وبالتالي محتاج يعمل له ريبيلت، وبالتالي محتاج يزبطه عشان الهيلث بنفيتس اللي كل يوم بيكتشفها العلم للجات مايكروبايوم والبنفيت بتاعتها للهيلث بتاعت البني آدم. يعني المختصر دكتور انه هذه الانتيبيوتيك راح تقتل البكتيريا الضارة الزيادة عندنا عفوا، والبكتيريا النافعة اللي موجودة بنفس المكان، أو إذا الواسع هذا راح يقتل كل شغلة وخاصة اللي هي في الأمعاء اللي محتاجها. الله ينور عليك. تعال بقى نخش على الحاجة الثانية اللي هي البروبيوتيك. نعم. لما ابتدى العلم يدور ويدرس ويشوف إيه أنواع البكتيريا ديت وإيه أنواع البكتيريا دي، اكتشف ان في بعض الاكل اللي احنا الناس معرفش الانسيسترز او اجدادنا عملوه، لقوا ان في بعض الخلايا البكتيرية شبه الخلايا البكتيرية اللي موجودة عندنا. على سبيل المثال في بعض انواع الاكل اللي بنسميه الاكل المخلل او الاكل المتحلل او الاكل اللي حصل نتيجة صناعته تحلل ونمو لأحد أنواع البكتيريا ديت، لقوا أن أنواع البكتيريا دي قال إيه موجودة عندنا. فلما نيجي نمسك مثلا الزبادي أو نمسك الكيفر أو نمسك الملفوف المخلل أو الحاجة اللي بيسموها الكيمشي، خلاص وده نوع من أنواع المخللات، الملفوف المخلل الكرومب زي ما بيقول في مصر، الملفوف اللي هو الكرومب اللي بيخللوه بيسموه الايه النوع من انواع المخللات ده، والكيمشي والكيفر اللي هو زي الزبادي او اللي هو اللبن عندنا بنسميه في مصر، والنوع الثاني اللي هو الزبادي. لقوا ان نتيجه وفي عفوا دكتور عصير بيعملوه اي ثينك في جنوب كمبوتشا اسمه في المكسيك بالضبط، الكمبوتشا بالضبط جنوب امريكا لقوا ان اسلوب التصنيع بتاع الحاجات دي بيحصل نتيجة الفيرمنتيشن أو التخليل أو التحليل، خلاص كده؟ ونتيجته بيحصل نمو لأنواع البكتيريا، والبكتيريا دي لقوا موجودة ليها شبه جوه عندنا في جسمنا فسموها البروبيوتيك. طب ليه سموها بروبيوتيك ما سموهاش جات مايكروبيوم؟ عشان ديت شبه اللي موجودة جوه ومش هي كل اللي موجود جوه. فكلمة مايكروبيوم كلمة كبيرة جدا بتشمل انواع البروبيوتيك اللي لقينا ليها شبه موجود لينا عندنا، وبالتالي لما بناخدها بتسبورت الكوانتيتي وبتسبورت الريبالانس للحاجات اللي موجوده عندي. لكن هل هي دي كل اللي موجوده عندي؟ لا، بس دي جزء منها اللي هي المهمه. لو عرفت انا انمي بعض انواع البكتيريا واطلع انواع بكتيريا شبه اللي موجوده عندي، يبقى انا بقدر سبلمنت البكتيريا اللي موجوده عندي، وبقدر اعمل ريجروث للبكتيريا اللي موجوده عندي، وبقدر اعمل ريستراكشر للجات مايكروبيوم اللي موجوده عندي نتيجه ان انا بديله الحاجات دي كلها. خلاص كده؟ خلينا سريعا نعيدهم دكتور عشان الناس تتذكرهم، الشغلات اللي ممكن تساعدنا في في تنميه البكتيريا اللي موجوده في الجسم. الزبادي اللي معمول صح، الزبادي او اللبن، احنا اللبن الرايب، اللبن الرايب، اللبن الرايب اللي هو او الكيفر، والزبادي اللي معمول صح. يعني ايه؟ يعني اخد خميره واحطها على اللبن واحطها في الانكيوبيتر او الفرن الدافي، فاساعد على نمو البكتيريا فتحلل اللبن، ولما تحلل اللبن دوت يحصل اوفر جروث للبكتيريا عشان البكتيريا بتاكل فبتشبع فبتزيد.
بتاكل فبتشبع فبتبقى ما بتزيد. لما بيحصل النمو ده بالعدد ده وقوم واخده واكله للبني ادم، يبقى انا بعمل ريسبلمنتيشن لانواع البكتيريا دي او البروبيوتيك ده في جسم البني ادم. تاني كلمة مايكروبيوم عشان بس الناس تبقى فاهمة، كلمة جات مايكروبيوم او كلمة مايكروبيوم دي كلمة كبيرة. الجات مايكروبيوم على سبيل المثال في حاجة اسمها الباكترويدس، في حاجة اسمها الفيرموكتويدس، في حاجة اسمها البروتوبكتيريا، في حاجة اسمها الفيروكومباكتيريا، في حاجات كتيرة جدا موجودة. طب ده كتير قوي، ماشي انا بس قلت لك ده كتير قوي مش محتاج تحفظ ولا حاجة من دول، بس لما انا باخد حبة لبن، حبة زبادي، باخد حبة لبن رايب، باخد حبة ملفوف مخلل، او باخد حبة كيمشي، او باخد كامبوتشا، لقينا فيهم انواع بكتيريا شبه انواع بكتيريا موجودة عندنا، فروح ادوهم الاسم اللي هو اسمه البروبيوتيك. كلمة بريبيوتيك بقى، ودي الكلمة الاخيرة، بري يعني قبل، بري يعني ايه؟ قبل، وبيوتيك يعني خلية حية، يبقى قبل الحياة، يبقى الحاجات اللي أنا لو كلتها ممكن تساعد الحاجات الحية، لكن هي مش حية. خلاص كده؟ زي إيه بقى؟ زي الألياف اللي موجودة في الأكل بتاعنا، والملون اللي لما بنأكلها بتتغذى عليها البكتيريا النافعة اللي موجودة عندنا في الجسم، وبتحللها وبتنتج منتجات انا ما اقدرش عليها. طيب نلاقيها فين دي يا سيدي؟ في الالياف بتاعت الفيجيتابلز، نلاقيها في البقوليات، نلاقيها العدس والحمص والحاجات دي، العدس والحمص والفول والفاصوليا البيضاء والفاصوليا الحمراء والبلاك بينز واللوبيا، البقوليات دي كلها. خلاص كده؟ وهتلاقيها برضو موجودة في البرتقان، الألياف اللي موجودة في البرتقان، وهتلاقيها موجودة في الجرينز، زي الجرينز يعني القمح والشعير، شوفان، الحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة فيها. وبالتالي لما أنا باكل الحاجات دي كلها بدي الفايبرز اللي ما بيقدرش الجسم يمتصها، اللي بيسموها الاندايجستبل فايبرز، اللي هي المواد الألياف اللي جسمك ما بيقدرش يحللها. دي بتروح لحد القولون، ولو انت عندك الستراكشر في القولون من الجت مايكروبيوم جميل وهيلثي وحلو تبتدي تاكله. لو كلته الجت مايكروبيوم بتطلع الايه؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، بتطلع الشورت تشين فاتي اسيدز، وقلنا اللي منها البيوتيريت، ومنها الاسيتات، ومنها البروبيوت. يبقى احنا قلنا نوعين زياده النهارده منهم. خلاص كده؟ نبص نلاقيهم بيعملوا ايه بقى يا سيدي؟ بيزودوا امتصاص الكالسيوم، وبالتالي لما باخد الكالسيوم وموجود عندي بيحصل له امتصاص، فبيحسن الجهاز العظمي بتاعي. الاقيهم بيساعدوا في انه يقللوا الامساك، ويساعدوا ان يقللوا الاسهال، ويساعدوا ان يقووا الجهاز المناعي، نتيجه ان بيعمل دايفرسيتي في البكتيريا اللي موجوده عندي كهوست، وزياده الدايفرسيتي بتقلل الكومبيتيشن، وقلت الكومبيتيشن بيمنع الاوفر جروث من انواع البكتيريا، ويتحول الى ايه؟ الى ضار، ويخليني عايز اخد انتيبيوتيك عشان ايه؟ اموته. طبعا دكتور بدي يعني احط مثال بسيط. لما احنا بنكون ماشيين بالسياره والسياره بتروح يمين وشمال، تاخذها عند الميكانيكي بيعمل لك ميزان. انا اللي فاهمه من كلامك انه البكتيريا هاي بتعمل ميزان للجسم، بتعدل في الجسم. يعني انت بتحكي لي لا بتسبب اسهال، بتمنع الاسهال وبتمنع الامساك، بما معناه انه احنا نوصل للحد اللي هو لازم يكون الطبيعي او النورم تبعنا. انت كلامك صحيح بنسبه 100%. هقول لك على حاجة. زمان الله يرحمه عمي الكبير كان عنده مزرعة دواجن. خلاص كده؟ كنت بحب أروح له وأحب أزوره. فكان عنده واحدة من الستات اللي بيشتغلوا عندهم في المزرعة، فلقيتها الجو كان برد في مصر،
وكانت مطلعة ابنها يمشي في الجنينة قاعد بيأكل من الطين ومن التراب وماشي كمان عريان. فبقول لها يا بنتي حرام عليك انت ماشية الوقت عريان هيبرد. فقالت لي حاجة ظريفة قوي نتعلمها من الناس اللي هم الفلاحين عندنا. فبتقول لي خليه يجمد خليه ينشف. وده معناها ايه؟ معناها ان بتعلي السترينث بتاعه. لما بياكل حاجات كتيره معناها ان هو هيعيا. اه طبعا ممكن يعيا لو انت خدت حاجه سيئه قوي يعني. لكن لما بتزود البكتيريا اللي موجوده عندك وتزود الجات مايكروبيوم بتعلي الدايفرسيتي، بتقلل الكومبيتيشن، بتمنع الاوفر جروث، وبتزود قوه الجهاز المناعي، وبتقلل نسبه اصابتك بالامراض. فتلاقي الناس دول اللي هم قاعدين في الطل ما بيعيوش، واحنا اللي قاعدين مدفيين والدنيا متطبطبه علينا وقافلين كل حاجه، جيلنا برد حبه هواء بسيط يعيونا ودول ما يعيوش. ده معناه ايه؟ معناه جهازه المناعي اقوى من جهازك المناعي. معناها ان البكتيريا كويسه، مش القفله مش حلوه ولا الفتحه الزياده قوي حلوه، لكن خير الامور الوسط. فزياده البكتيريا وزياده اكل الحاجات دي بتفرح تنفع معانا. انا بدي اذكر الجميع موقع الدكتور سامح موجود على الشاشه، اللي حابب يتواصل مع الدكتور سامح بعطي استشارات عن طريق الاونلاين ممكن تتواصلوا معه. تلفون والايميل موجود على الموقع، اجين الموقع موجود على الشاشه، ممكن راح اخليه فاذا حابين تكتبوا باي وقت. في سؤال دكتور مهم جدا اللي هو الاكتيفيا، اللبن هذا المشهور وبعملوا له دعايات كتير، هل في فرق كبير بينه وبين الزبادي العادي ولا التنين سيان؟ سؤال ذكي قوي قوي قوي. السؤال ده ذكي لسبب واحد بس، ده سؤال فود ساينس، يعني ده سؤال علم صناعة الغذاء. خلاص كده لما تيجي تبص، لو كل واحد فيكم كده قروبة وبص على الزبادي اللي احنا بنشتريه هنا في كندا تحديدا، يعني هتبص تلاقي الزبادي دوت مفهوش لبن. واو تعالى كده نبص، يا ريتني كنت جبت علبه زبادي عشان اوريها لك. هتبص تلاقي فيه واي بروتين كمان، هتلاقي فيه واي كونسنتريت ومعمول عشان يبقى زبادي وحلو. اوكي طبعا الناس بتوع نوع الزبادي اللي انت قلت عليه، يا اما هم عملوا الزبادي دوت وعملوا له سبلمنتيشن لانواع البروبايوتيك اللي دائما بتنتج نتيجه صناعه الزبادي، وعملوا لها سبلمنتيشن للزبادي بتاعهم، فانت بتاخده في نوع من انواع البكتيريا، او اللي هي بيسميها الاكتيف كلتشر موجوده جواه، او لو تاخد بالك ساعات بيحطوا عليه قمح ويحطوا عليه ال 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 البلو بيريز ويحطوا عليه بعض انواع الفاكهه عشان يعملوا سبلمنتيشن من البريبيوتيك اللي هي الالياف اللي فيها الجات مايكروبيوم عشان يحللها فيديك البايروفيت. فهل دي تبقى بنفشل اكتر من الثانيه؟ ده السؤال اللي اسكى، عشان كده بقول لك السؤال ذكي. On paper he met the expectation. On paper زي ما فصلت لك كده، قلت لك ده حاطط ده وحاطط ده وحاطط ده، حلو. السؤال بقى، هل الكميات ترتقي الى ان انا اقول عليها بروبايوتيك او بريبايوتيك، او هل الكميه اللي انا باخدها بالمليونز اند مليونز اللي بنلاقيها في السبلمنتيشن بتاعه البروبايوتيك والبريبايوتيك؟ ده سؤال تاني. اجابه لا. وبالتالي ادفع فيه فلوس زياده بدل ما اشتري بروبايوتيك؟ لا. زي بالظبط كده فكره البيض اللي عليه اوميجا 3، وابص الاقي ان انا محتاج 2000 ميلي جرام من الفيش اويل ا داي تو جيت ماي اوميجا 3 دوز، ويقول لي دوت انا حاطط لك البيضه فيها اوميجا 3، فاضحك على نفسي واخد البيضه وما اخدش ايه الاوميجا 3 سبلمنتيشن. وبالتالي ده كانسنس. عشان كده السؤال ده ذكي جدا جدا جدا، اللي هو الكميه، الكميه صح. البروبايوتيك سبلمنتيشن وما راحش اخد الزبديه. طيب في سؤال اعتقد انه احنا جاوبناه بس سريعا، من وين بنجيب البكتيريا دي او الميكروبات؟ لو سريعا تعيد لنا اياهم يا دكتور. ده سؤال ذكي جدا. لما نيجي نبص كده ونعمل تحاليل كده، ناخد البني ادم كده يعني فرط جارب كده
ونقول طب احنا هنأكله البلانت بيزد دايت. خلاص كده هنتكلم حبة نيجي. لقينا ان الناس اللي بنأكلهم البلانت بيزد دايت عندهم الستركشر بتاع الجات مايكروبيوم مختلف عن الناس اللي بيأكلوا مثلا البروتين بيزد دايت. ده الجات مايكروبيوم ده مختلف عن الجات مايكروبيوم ده ككمبوزيشن. وبالتالي كل ما كان في دايفرسيتي في الاكل، باكل بروتينات وباكل فايبرز وباكل فيجيتابلز وباكل فاكهه، بعلي الدايفرسيتي بتاعت الجات مايكروبيوم. فمنين نقدر نسبلمنت او نجيب الجات مايكروبيوم ده؟ ده سؤال اجابته كالتالي، سؤال ذكي برضو واجابته كالتالي. واحد، اعرف ان انت ربنا خلقك جسمك ذكي جدا ان يقدر ينمو ويقل على حسب نوع الاكل انت بتاكله. فنجيبه منين؟ اسهل حاجه، كل دايفيرس فود، كل اكل بتشكيله جديده. احنا عندنا في الكلينيك بتاعتنا لما بيجي ناس عايزه مثلا تظبط النيوتريشن بتاعها او عندهم هيلث كونديشنز معينه عايزين يتغلبوا عليها، سكر او مثلا ثايرويد او حاجه زي كده او تخان وعايزين يخسوا، بنعمل حاجه اسمها او ساعات بنقول في حاجه اسمها الفود لوج. فود لوج يعني ايه؟ يعني اكتب كده، اكتب الاكل اللي انت اكلته الاسبوعين اللي فاتوا دول. خلاص كده، عشان بيبقى في فيري كومن فيدباك بنسمعه تقريبا 100% اوف ذا تايمز. باكل اكل هيلثي، باكل كويس وبتخن، فطبعا يعني بيبقى الواحد تعبان ومتضايق جدا ان هو بياكل كويس وبياكل اكل هيلثي لكن بيزيد في الوزن بتاعه، فبيبقى متضايق. يبتدي بقى يقول لك ايه، يطلع الشماعه بقى، اصل جيناتي وحشه، اصل بابايا كان عنده كذا، واصل انا مش عارف عاداتي الغذائيه فيها كذا وهكذا. وطبعا بيحط الشماعه دي اللي انا بقول عليها شماعه عشان كل الاسباب اللي بيقولها لك ما لهاش حل بالنسبه له، هو ممكن يعمله حلها الوحيد اللي هو جينات، مش هغير جينات خلاص كده يعني. عشان ما نتفرعش، كل ما بتاكل او لما بنشوف الفود لوج بنلاقي 80% من الاكل اللي البني ادم بياكله متكرر. معنى ذلك ان انت عملت نمو لانواع معينه من البكتيريا دي وطردت الانواع التانية اللي ممكن تكون مفيده. الحاجه بقى التانية السيئه قوي، ودي لازم كل واحد فينا ياخد باله منها، ان لما انا اكلي بيزيد في البروسيسد فود، زي ايه بقى البروسيسد فود؟ يعني يا سلام لو انا مثلا الرجل العامل او الرجل الكسول اللي مش عايز اطبخ، اقوم رايح مثلا سوبيز ولا سوبر ستور ولا والمارت واقوم جايب اللازانيا على سبيل المثال اللي محطوطه. طبعا هو عايز اللازانيا تبقى موجوده اون شيلف وتقعد اطول مده معينه من غير ما ايه مطبوز، هو يهمه ان هي تبوظ ويهمه ان هي يبقى كويس. فتبص تلاقي بيحطوا عليها الفود اديتيفز والفود بريزرفاتيفز عشان يمنع ان الحاجه دي تبوظ، ودي تقتل الحاجات اللي جوه، ويبقى انا باكل حاجات هوا ما فيهاش البري بايوتيك اللي انا محتاجه. لكن لو انا عايز اخد بري بايوتيك، كل اكل as close as possible to the normal، يعني لما اجي مثلا اطبخ الخضار حطه لمده لا تزيد عن 5 لـ10 دقائق في الطبيخ عشان احافظ عليه، ويبقى source of probiotic او source of prebiotic حلو لي الجت مايكروبايوم. انواع كتيره، عشان كل ما زودت الانواع وكل ما زودت الالوان كل ما عملت دايفرسيتي. ده الاسلوب الصح انك تجيب الانواع دي يا سيد الفاضل. الاسلوب الثاني طبعا، لو الدكتور كتب لك بروبايوتيك معين تشتريه اون شيلف، روح هاته، ممكن يكون مفيد برضو الى حد ما. في عندنا كم سؤال دكتور لو ناخذهم ونرجع بعدين في بيسالوا عن البالكان يوغورت، هذا اليوغورت اللي بنباع في الاسواق، وطبعا يمكن مقابله الجريك يوغورت اللي هو بيكون اتخن. انا بعرف عنهم انه البالكان يوغورت بيكون معمول فيرمنتيشن لللبن، الجريك بيكون فاتي اكثر، في فات اكثر، وبيستخدموا لحاله يعني ما بحطوا عليه بكتيريا، هو البكتيريا اللي فيه بخلوها عشان تتخمر. فهل في فرق بينهم ولا بشكل عام انت بتعتبر انه الزبادي كله
لما نيجي نبص على الزبادي نلاقي بيبقى فيها لاكتوبسيلس، ده نوع البكتيريا او نوع البروبايوتيك اللي موجود في الزبادي. مش هيطلع غيره، كلها في اللاكتوبسيلس. لاكتو من اللاكتيت، وده اللاكتوز، وده سكر اللبن. بناخده البكتيريا بتحلله بتطلع اللاكتوبسيلس، او بتبقى الخلايا البكتيريا اللي اسمها لاكتوبسيلس، وده اللي موجود في اللبن. طبعا البلقاني والجريك والايجيبشن والعراقي والهندي والصيني والفلسطيني، ده التسويق يعني. اوكي. انت حكيت كلمه مهمه، انا يمكن هاخذ سؤالين موجودين من الجمهور. بس السكر، انت حكيت انه بده سكر عشان ينمو البكتيريا، هل السكر القصد انه بدنا سكر جلوكوز، ولا ممكن ناخذ انواع ثانيه؟ لانه انا عارف انت موضوع الجلوكوز كتير مش اصدقاء. طيب بص يا سيدي الفاضل، كلامك جميل جدا جدا جدا. الكلام ده يلخص في شيء واحد بس، اي كائن حي عشان يعيش محتاج طاقه. نعم. خلاص، والطاقه بياخدها من تركيب كيماوي. نعم. عشان بس ابقى واضح جدا 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 معاك، التركيب الكيماوي دوت ممكن يكون عن طريق تحليل سكر اللبن اللي هو اسمه اللاكتوز، او سكر الفاكهه اللي اسمه الفركتوز، او سكر القصب اللي اسمه سكروز، او السكر اللي احنا بنستهلكه احنا اللي هو الجلوكوز. فانا كبني ادم محتاج الجلوكوز كمصدر للطاقة، عشان ده اللي بيخش في الدم بتاعي. فأبص ألاقي لما الدكتور يجي يقول أنت عندك سكر في الدم يا عبعال، معناها أن الجلوكوز في البلد عندك عالي. لما يجي يروح للبكتيريا بتاعة اللبن ويقول له أنت عندك سكر في الدم يا لاكتوباسيلس، معناها أن كمية اللاكتوز اللي عندها عالي. فهو كل نوع من أنواع البكتيريا ليها الأكل بتاعها، والأكل ده عشان أبقى واضح كيمياء. يعني لما انا باجي انمي فيروس عندي في المعمل، لما كنت انا بشتغل في شركه فاكسينز، بتبقى مهم تعرف الفيروس ده او البكتيريا دي بتاكل ايه عشان تجرو. ما انت عايز تجرو البكتيريا وتكل البكتيريا عشان تقدر تخليها محطوطه في امبولات، والامبولات دي ياخدها بني ادم فيعمل الانتي بادي للانتيجين اللي بيلاقيه في البكتيريا. دي فكرة الفاكسين. فعشان البكتيريا دي اقدر ابيعها، لازم اكبرها وانميها واكلها واظبطها. فعشان ياكلها ويظبطها، بيبتدي يشوف ايه الكيميكالز اللي ممكن يحطها وتنمو عليها البكتيريا دي. خلاص كده. في سؤال يمكن شوي اختصاص، اللي عنده ارتشاح امعاء، هل يصح تناول البكتيريا النافعة كعلاج للتشافي؟ ده سؤال اللي بيرد عليه الطبيب، وسيادتك انا مش طبيب. نعم. روح للدكتور بتاعك واساليه، او روح للدكتور بتاعك واساله يا عامر، وشوف سبب الارتشاح ايه. لو انت تقصد الارتشاح الليكي جت، عايز اقول لك ان في بعض الاكل بيساعد على الليكي جت، وفي بعض الكيميكالز لقيناها موجوده في الاكل وبتعمل ليكي جت. يعني على سبيل المثال، البينز اللي احنا لسه قايلين النهارده ان هي مهمه قوي كبريبيوتيك، الديفنس ميكانيزم بتاع البينز دي عشان ما تجيش الحشرات تاكلها، وعشان ربنا يبارك لنا وناكلها احنا او نزرعها احنا، فيها حاجه اسمها الليكتنز. والليكتنز ده لقيناها موجوده في البينز اللي هي الهارد بينز دي. والليكتنز ده الابحاث عرفت او لقت ان هي بيعمل ليكي جات. خلاص كده، او ممكن ده اللي هو الارتشاح في الامعاء. وبالتالي لو انا من النوع اللي بياكل البينز مش مستويه، احتمال كبير يجي لي ليك جت، وابص الاقي فيه بلاد في الستولز بتاعتي. وبالتالي تيجي تسالني، طب انا انت بتقول لي خد البينز مهمه كبريبيوتيك، والدكتور بيقول لي البينز فيها الليكتنز والليكتنز ده بيعمل ليكي جت، اعمل ايه؟ اقول لك، ونصيحه لكل الناس اللي بتسمعني، لما نيجي ناكل بينز او نيجي ناكل البقوليات، انقعها يوم ولا يومين، وبعد كده اطبخها في البريشر كوكر او في السلو كوكر، بحيث انك تضمن ان لما تيجي تاكلها تبقى مهروسه شويه، ما تاكلهاش مقرمشه. لو بتحبها مقرمشه، معناها ان ممكن يكون فيها ليكتنز، ومعناها ان ممكن تكون فيها ايه، مشاكل. لو لقيتها مش مقرمشه، ده معناها احسن. لو عرفت تهرسها اكتر، كل ما كانت اخف على بطنك، وما عملتلكش انتفاخ، ما طلعتكش، وما عملتلكش بلد في الستولز.
فمعناها ممكن تعمل ليكي جات. فممكن ده يكون رد على السؤال بتاعك، بس الدكتور اهم واحد. سؤال ثاني برضو اعتقد شوي سبيشالست، انا بعاني من قولون وصداع في الجانب الايسر، هل الميكروبات الطبيعيه بتساهم هون احسن بتساهم في العلاج؟ كلامك سليم بنسبه 100%. زي ما قلنا يا جماعه، كل ما كان اكل متنوع، كل ما عملنا سبليمنتيشن للجت مايكروبايوم بدايفيرس فود، الدايفيرس فود ده انا ممكن اخلي الجت مايكروبايوم ياكله وينتج عنه البيوتيريت و او تحديدا الشورت تشين فاتي اسيدز اللي ليها دور مهم قوي في الريستراكشر بتاع الجت مايكرو الجت وولز والبريميابيليتي بتاعه الجت وولز والستركشر بتاع الجت وولز، فيبقى عندي امعاء قويه مش اي حاجه تتسرب منها ومش اي حاجه تخش جواها وما بتنزفش او ما بتعملش ليكي جت. خلاص كده نفس الوقت اللي بيطلع منها هو اللي احنا عايزينه، ويخش البلاد ستريم ويدي البنفيتس بقى للنيورو سيستم. وده ممكن يكون في الحلقه الجديده او الحلقه الجايه او الحلقه بعد كده، نتكلم على الجت برين اكسس والحاجات اللي هي ممكن تكون مهمه عشان تعرف ان في جت برين اكسس يعني. بس في سؤال جاني هلا على الواتساب بيحكوا عن مرضى السكري بالذات، هل عندهم مشاكل خاصه ام هم طبيعي يعني زيهم زي غيرهم في موضوع الميكروبيومز والميكروبات البكتيريا النافعه؟ والله مريض السكر ده بني ادم زي زيك كده وزي كل الناس يعني، ما فيش عنده اي مشاكل خالص الا هرمون الانسولين عنده بعافيه او هو بياكل اكل مبهدل له شويه الانسولين وعامل له انسولين ريزيستنس. فانت عندك نوعين من مرضى السكر يعني، اللي هو الناس اللي ما عندهاش بنكرياس بيفرز انسولين وده محتاج ياخد انسولين حقن وخلاص، لو خد الانسولين زيه زيك يعني الليفل تبع الانسولين اذا كان كويس معناها بتحكم في الجسم خلاص، لو هو بياكل كويس خلاص، لو هو بقى ما عنده بقى اكل وحش هيدخل نفسه في التايب 2 دايابيتس، فلازم ياخد باله من اكله. يعني دكتور المره الماضيه حكى لنا في نهايه الحلقه بتذكر انه التوازن في الاكل، التوازن في النوم، التوازن في الرياضه، الحركه، عدم استخدام المواد اللي هي زي الدخان والكحول، كل هاي الامور مهمه جدا. لكن دائما بيحكي الدكتور انا بسمعها دائما، التلون او الالوان في طبعك، يعني ما يكونش اخضر بس ولا يكون اصفر ولا يكون، كل ما زادت الالوان كل ما كان احسن. دكتور انا يعني سعيد جدا، انا عارف في جعبتك الكثير ولكن الوقت يداهمنا. في سؤال سريع قبل ما اعطيك اخر دقيقه، اللي هو هل شراب الشعير الخالي من الكحول يساعد على بناء مايكروبيوم صحي؟ والله هو شراب الشعير بيقولوا ان هو ليه هيلث بنفيتس في الوظائف الكلى بالك يعني، مش موضوع الجت مايكروبيوم خلاص كده. لو انت عايز تاكل جت مايكروبيوم ممكن تاكل الشعير، في عيش شعير يعني، في حاجات تانية خالص يعني. بس في نقطه هون دكتور، هذا معظم شراب الشعير الموجود في الاسواق هاي شوجر. طبعا تنتبهوا منه. كلامك سليم. بص يا الشراب خالي اي حاجه في، بص ما تزعلوش مني انا هقول كلام ممكن ما يعجبكوش، اي حاجه بتتباع في السوق بص على المكونات، ما تبصش على في قد ايه طاقه وفي قد ايه سكر وفي ماشي، الكلام ده ظريف قوي والكالوريز كلام مهم قوي، لكن سيبك من الكالوريز، الكالوريز مقدور عليها، لكن المكونات اللي جوه عشان يدي الطعم الجميل والنكهه الجميل ويقول لك مكسبات نكهه طبيعيه. طب ايه هي ايه بقى ان شاء الله ما تعدش يعرف، يقول لك عليها طعم الاناناس وطعم مش عارف مين، يقول لك عليها سكر وعليها مش عارف مين، يقول لك دخلتها في بروسيس بعد ما عملت فيرمنتيشن، ما هو الشعير بيطلع بالفيرمنتيشن صح، والفيرمنتيشن بيطلع كحول وانا مش هشرب كحول، فيقوم يدخلها على بروسيس زياده يقوم يسحب منها الكحول، فبيبقى دي الكهولايزد، وممكن يبقى الدي الكهولايزيشن يكون اجريسيف انف ان يخلي البرسنتج بتاعته 0.05، ده معناها لسه فيها كحول ولا لسه ما فيهاش كحول؟ يقول لك يعني لو انت فيها 0.01 تعدي، لو 0.05 ما تعديش
يبقى تقول هنا خالي وتقول هنا دي alcoholized، ما تدخلناش في المشاكل دي يا جماعة. الconclusion لو عايز تغذي الجات مايكروبيوم، كل أكل متنوع الألوان، كل خضار وكل فاكهة، قلل البروسيست فود، قلل الشجر انتيك، قلل استخدام المفرط في الانتيبيوتكس، مفيش الكهول انتيك، مفيش سموكينج، في اكسرسايزز، في دي ستريس ميديتيشن والحاجات ديت، عشان خاطر تبقى الاسترس بيزود والانكزايتي بتاثر على الجات مايكروبيوم وتاثر على البالانس مايكروبيوم. الاكسرسايزز بتاثر في الجات مايكروبيوم وبتحسن الجات مايكروبيوم. احنا عرفنا اعدادها كتيره، اعداد اكتر خليانا شيكت بقى وخليها كده هيلثي، واخد بالك؟ يعني انت لخصت لنا الموضوع. انا بذكر الجميع ان الدكتور سامح عنده ويب سايت موجود الان على الشاشه امامكم، بتقدروا تتواصلوا معه اذا في عندكم اي اسئله او استشارات. بقدم طبعا هم استشاراته الان كلها معظمها اونلاين بسبب الجائحه والتغيرات اللي عم بتصير في البيزنسز. في سؤال من عمار احنا جاوبناه بس سريعا جدا، مضادات التهابات الانتي بايوتكس والادويه المسكنه هل تقتل البكتيريا النافعه والضاره؟ مضادات الالتهاب اللي هي الانتي انفلاماتوري او المسكنات مش بتقتل بس بتعمل امبالانس. يعني معروف ان ايبوبروفين بيعمل امبالانس للجت مايكروفلورا، والامبالانس مش كويس. يعني احنا قلنا برضو الحلقة اللي فاتت، كويس ان انت قلت السؤال ده عشان نفتكر، ان بدائل السكر او الارتيفيشال سويتنرز اللي هي تحديدا الريسيرش اللي اتعمل سنة 2015 على السكرين وعلى الاسبرتيم اللي موجود في الكوكاكولا وكل انواع البيبسي والحاجات دي كلها، وثالث حاجة اللي هي السبلندا، بيعملوا امبالانس للجت مايكروبيوم. طب يعني ايه كلمه امبالانس للمايكروبيوم؟ يعني الامبالانس للجت مايكروبيوم ممكن يتعبر عنه باشياء كتيره، بس من ضمنها الغازات. تبص تلاقي نفسك انت 24 ساعه بطنك منفوخه وعايز تطلع غازات عشان الجت مايكروبيوم مش مستقر، مش بالانس، كل شويه في برجله، في لخبطه نتيجه الاكل. والبرجله واللخبطه دي بتحصل من اي حاجه فيها الحاجات دي كلها، اي حاجه. بص كده يا سيدي، على امبارح كان واحد بعت له صوره هاينز، مش عايزين نقول اسامي، صوره كاتشب، الكاتشب دوت ما فيهوش سكر عشان يبقى يعني ايه كيتو فريندلي على سبيل المثال. ابص الاقي محلينه بايه؟ محلينه بسبلندا. يعني هيعمل ايه؟ يعني هيعمل جت امبالانس في الجت مايكروبايوم. تبص تلاقي نفسك بتاكل الكاتشب وتلاقي نفسك انت بيجي لك غازات وبطنك منفوخه والدنيا مش مظبطه. طيب كل ما كان اكلك طبيعي كل ما كان احسن. في الحاله دي السكر هيلثير، لكن السكر هيعلي السكر. السكر مش وحش بس كترته وحش. انا مره تانية بدي اشكرك دكتور سامح على المعلومات الرائعه اللي دائما بتغذينا فيها. الله يحفظك حبيبي. وبدي اذكر الجميع انه هذه الحلقات كلها موجوده على اليوتيوب، ممكن ترجعوا لها باي وقت وتعملوا لها شير ومع اصدقائكم عشان يستفيدوا منها. وتذكروا دائما انه صحتك طبعا. سلام للجميع.